ده عن تعديل قانون المحاماة. قانون المحاماة الآن في اللجنة التشريعية وفي انتظار تحديد أو بدء النقاش داخل اللجنة في تفصيلات القانون اللي احنا بنعتقد انها اولا هتتناول جديد في المحاماة، وهي أكاديمية المحاماة اللي بمقتضاها هيمكن للمحامي ان يترقى بمؤهل يصدر عن هذه الأكاديمية. الامر الاخر ان احنا هنستدعي الحصانة المهنية اللي ثبتها الدستور في المادة 198 وهنترجمها الى نصوص داخل قانون المحاماة علشان نحمي المحامي اثناء اداء عمله سواء امام المحكمة او امام النيابة او امام جهات التحقيق او جهات السجلات المعنية. هذه الحمايات او هذه الضمانات مع زيادة في توضيح شرائط القبول والتعديل والقيود علشان نتفادى العثرات القانونية او العثرات القضائية بالدعاوى المختلفة عشان تبقى النصوص اكثر وضوحا واكثر ثقة في تحديد دور النقابة في التعامل على مثل هذه القضايا.